أحلام بائع متجول. منذ أن فقد عمله في معمل للأنابيب البلاستيكية في المنطقة الصناعية بخريبكا، اختار بوشتا بوزبيدا أن يدير تجارة تدر عليه ما يوفر به ما تحتاج أسرته المتكونة منه وزوجته وخمسة أطفال أكبرهم في 13. ما وفره من عمله في مصنع أنابيب البلاستيك لم يكن ليمكنه من القيام بنشاط تجاري كبير. استثمر ما وفره في عربة وجعل ما فضل معه رأس مال يشتري منه بضعة صناديق من التفاح والبرتقال حين يكون الموسم موسم حوامض أو فواكه أخرى تختلف باختلاف المواسم. يدفع الرجل عربته متجولا عبر شوارع المدينة. يوم الأحد من كل أسبوع يأتي إلى باب السوق ويوقفها. من مخبأ أسفلها يخرج ميزانا من حديد ذي كفتين وأوزانا تتدرج من ربع الكيلوغرام إلى نصف كيلو انتهاء إلى 5 كيلوغرامات. لم يكن يستعمل هذا الوزن إلا في موسمي البرتقال والبطيخ بنوعيها الأصفر والأخضر. يضع في خارطة تنقلاته مواقع المساجد التي يختار كل جمعة واحدا منها يمضي إليه بعربته، حتى إذا قضيت الصلاة ويحرص على أن يصلي بجوار بضاعته ينهض مسرعا إلى تجارته. فيما مضى كان بوشتا رجلا هادئ الطبع، تشهد بذلك زوجته، ولكنه منذ أن صار بائع فواكه متجول صار يتحدث بنبرة فيها بعض من قساوة وينادي ببضاعته بصوت جد مرتفع. في المساء في ساعة متأخرة يركن عربته في مكان لدى حارس ليلي في باب سويقة بعد أن يغطي ما بقي لديه من بضاعة، ثم يعود إلى أهله وقد حمل معه ما تكون زوجته قد طلبت إحضاره. تمضي رتيبة أيام بوشتا بوزبيدا. لم يعد له يوم عطلة أسبوعي قار كما كان في الماضي، عليه أن يشتغل كل يوم. أكثر الأيام صعوبة يوم يمضي إلى سوق الجملة لشراء ما يعرضه، ثم إنه طوال اليوم لا يكف يتفقد بضاعته، يقلبها على عربته، ينزع من الصناديق أو من الكومات الحبات التي تعفنت أو تلك التي بدأها التعفن، يضع هذه في كيس من البلاستيك يعلقه إلى عربته. في المساء يكون محتوى ذلك الكيس هو نصيب أطفاله مما يبيعه. تتولى زوجته قطع الجزء المتعفن من الفاكهة وتغسلها ثم تضعها في صحن. مع مرور السنين وكلما كبر الأطفال ازدادت متطلباتهم وثقل عليه الحمل، ولكن بوشتا لم يكن يشكو مما يجده من صعوبات. صموتا كتوما كان. تعلم زوجته زهرة أن صمته ذاك مرده إلى التعب الذي يناله. ذات مساء بعد أن دخل إلى منزله وقد تعمد فيما يبدو أن يعود باكرا، نادى على ولده الأكبر إسماعيل. كان في الغرفة التي يتقاسمها مع شقيقين له. جاء مسرعا، قبل يد والده ووقف ينتظر ما سيقوله له. كان بوشتا ينظر إليه بتأمل، ولعله اكتشف لتوه تلك الشعيرات الأولى التي بدأت تظهر على ذقن الفتى. هم بابتسامة ما لبث أن كتمها، لعله يظن أن ما سيقوله لولده الأكبر أهم بكثير من اكتشافه ذاك. سأله عن الدراسة وقليلا ما كان يسأله. طمأن الفتى والده بأنه يبذل جهدا وأنه يطمح إلى النجاح. ثم عم صمت لعدة دقائق. لم يبرح إسماعيل مكانه. قال بوشتا: أريدك أن تجتهد في دراستك وأن تبلغ مستوى يؤهلك لشغل وظيفة تبعدك عما أنا فيه. بدا الطفل وكأنه لم يستوعب بالكامل ما قاله والده. ما لاحظه أن نبرته وهو يقول ما قاله كان بها شيء من الحزن. ثم استأنف بوشتا: قل لي يا ولدي، الدراسة التي تنوي اتباعها هل تعلم إلى أين يمكن أن تقودك؟ ابتسم إسماعيل لعله لا يملك جوابا شافيا. الذين في مثل سنه لا يستطيعون التكهن بما هو آت.
قال إنه سيجتهد وسيرى. أبلغه بأن أستاذ الاجتماعيات حدثهم قبل أيام عن المسالك الممكن اتباعها. أريدك أن تكون قائداً أو ضابطاً كبيراً في الشرطة. ابتسم. فهم الطفل أن والده أنهى ما كان يريد قوله فانصرف. لم يلتفت، لو فعل لرأى والده يمسح دمعة نزلت على خده. لما مضى إسماعيل إلى ما كان بصدده في غرفة الأولاد، كان شقيقاه منير ومحسن ينظران إليه بفضول، ينتظران أن يعلم منه السبب الذي من أجله نادى عليه أبوهم، ولكنه لم يقل شيئا، ولم يجرؤ أحد منهما على سؤاله. ففي بيت بوشتا بوزبيدا التراتبية أمر أساسي، الصغير يحترم الكبير ويمتثل لأوامره. لعل إسماعيل يومها لم يستوعب بالكامل الدافع الذي جعل والده يقول له إنه يريده أن يصير قائدا أو ضابط شرطة كبير. في تلك الليلة أفضى بوشتا إلى زهرة زوجته بأنه قرر أن يغير نشاطه التجاري. يومها باح لها بما يعانيه حين يكون في باب السويق خاصة. قال لها إن مجموعة من الحشاشين المنحرفين صارت تبتزه كل يوم، تطلب منه أن يدفع 5 دراهم إن هو أراد أن تسلم بضاعته. قال إن الباعة المتجولين هناك كلهم يعانون من تلك العصابة. لم يفصل أكثر فيما يعانيه وانطلق يتحدث عن حلمه الأول. قال لها إنه يحلم أن يكون له دكان واجهته على الشارع الكبير يعرض من الخضر والفواكه أصنافا وألوانا. قال لها وكانت تنصت إليه والابتسامة لا تفارق فمها إنه إن تحقق حلمه ذاك فسوف يشغل معه 3 شبان سيجعلهم يرتدون بذلة موحدة وسيدربهم على كيفية التعامل مع الزبناء. كانت زهرة تصغي إليه وهو يتحدث عن أحلامه تلك. مر من الوقت ما لم يقدر مدته. قالت له قبل أن يطفأ نور الغرفة إنها تعلم أنه قادر على تحقيق ذلك الحلم. في الغد هو يوم كتلك الأيام التي مضت، كان عليه أن يذهب إلى سوق الجملة. ما الغريب في الأمر؟ لقد صار يفعل منذ مدة ليست بالقصيرة. كذلك مرت السنون. كانت عين بوشتا على المسار الدراسي لولده البكر إسماعيل يتابعه، ومن حين إلى آخر كان يمضي إلى إدارة الثانوية التي يدرس بها يسأل عن أحواله. كان يحس بفخر حين كان يتلقى من الأساتذة أخبارا مطمئنة. بعد أن نال إسماعيل البكالوريا وقد تم الاحتفال بالحدث داخل الأسرة بأن تم ذبح 2 بلديين أجادت زهرة طبخهما. يومها كانت الفرحة على كل الوجوه، ثم صمت الجميع إذ هم بوشتا بالكلام. قال إنه يريد من جميع أولاده أولادا وبنات أن يتخذوا من شقيقهم الأكبر إسماعيل قدوة لهم. عليهم أن يجتهدوا إنهم أرادوا الخروج من دائرة الفقر التي يعيشون فيها. التحق إسماعيل بكلية الحقوق، ولما نجح في امتحانات السنة الأولى تلك التي يزعم كثيرون أنها الأصعب دعا بوشتا ولده إلى غرفة الأكل. كان وحيدين، وضع يده على كتفه. لقد رفعت قدرك وقدري يا ولدي، أريد اليوم أن أشرح لك كلاما قلته لك منذ سنوات مضت. هل تذكر يوم قلت لك أريدك أن تكون قائدا أو ضابط شرطة كبير؟ ابتسم إسماعيل وحرك رأسه مؤكدا أنه يتذكر. صمت بوشتا قليلا وكأنه يستجمع تفاصيل تلك اللحظات البعيدة، ثم قال يومها يا ولدي تعرضت لإهانة لم أتعرض لها من قبل. لقد صفعني أحد الحشاشين في السويقة. لم أحدثك فيما مضى عن الذي كنت أنا وباعة متجولون آخرون نعانيه منهم. يومها لم تتوفر لدي 5 دراهم يطلبونها لقاء تركنا نبيع بضاعتنا. تقدمنا بشكايات عديدة لدى القائد ولدى الشرطة، ولكنهم كانوا في كل مرة يفلتون ويعودون لتهديدنا. لذلك يومها قلت لك حلمي الأكبر أن تكون قائدا أو ضابط شرطة. فيهما كنت أرى الخلاص.
كان وجه إسماعيل مكفهراً بعد سماع ما قاله والده، وكأن الذي حدث قبل سنين مضت حدث منذ لحظات. حماس الشباب لديه جعله يقف وكأنه يريد أن يخرج ليبحث عن الذي صفع والده. قال له أبوه: اجلس، أريدك أن تجتهد أكثر في دراستك، حتى إذا ما توليت منصباً من هذين المنصبين استحضرت تلك الواقعة التي قصصت عليك قبل قليل. هناك أمور كثيرة تجري على هوامش المشهد العام.